مروان تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام اخي مروان. شلونك اخوي؟ اسمح لي اقول لك اخوي افضل. لا اخوك انا. هي الله يسلمك اخوي العزيز. امين. اخوي العزيز يعني متابع البرنامج من فتره طويله. واللي يجذبني لكلامك انه تمثل الدين المعتدل، يعني افضل من الدين اللي يمثله باقي المشايخ مع احترامنا لهم انه الدين صعوب ولا يمكن السماح به وهيك شغلات يعني. شيخنا العزيز انا افوت لك بالموضوع حتى لا اطول عليك. الو. نعم نعم اسمعك انت على الهواء قول. ايه افوت لك بالموضوع حتى ما اطول عليك. شيخنا يعني انسان الحمد لله والشكر رب العالمين انعم عليه بكثير النعم واعطاني مما اتمنى الكثير يعني. حتى انه رزقني بزوجه صالحه والحمد لله والشكر عشت حياتي انه مرتاح، ولكن كثر النعم تخلق لك اعداء من بيئتك نفسها يعني عندك علم. فالحمد لله والشكر على كل حال ادت الى مشاكل كثيره وهالامور هذه، بعدين تصافينا انا وياها الحمد لله والشكر. ولكن المشكله انه يعني من حبله زوجتي وشكرت رب العالمين والحمد لله وصلنا الى شهر الثامن. بشهر الثامن في احدى المراجعات مرضت زوجتي فعانيت من اهمال من طبيبتها، يعني راجعت اكثر من طبيبه ما وصلت النتيجه، حتى انه هذا المرض اللي كان عندها ادى الى وفاه الطفل وبالنتيجه وفاتها هي يعني. نعم. رحمه الله عليهم. الو. رحمه الله عليهم، انا ما اسمعك، اسمعك كمل. اي يرحم والديك. فيعني عانيت ما عانيت وعدت علم الانسان هو يعني يركض ويشتغل ويعني المن هو العائله اكيد، فاذا بي بيوم واحد يصبح انه عائلته انفنت وزوجته وبنته في يوم واحد، يعني انا الحمد لله والشكر اصلا واروح اقول يعني شو اللي مسوي جو رب العالمين اللي بنتي الصبح يطلعوها متوفيه وبعدين انه بزوجتي بالليل تتوفى في يوم واحد، يعني اروح ادفنهم اثنينهم، ولكن نقول الحمد لله والشكر على كل حال. انا اللي اريد اسالك به شيخنا، انا يعني بدايه زواجي وياها كنت قاسي نوعا ما وياها، لان عندك علم بدايه الزواج هي من بيئه انا من بيئه، يعني هالقسوه اللي كانت عندي وياها بس لغرض انه التعلم والتعليم يعني بين قوسين انه حتى تعرف طباعي لا اكثر ولا اقل، هم اتحاسب على هذا الشيء؟ كنت قاسي عليها. شوف الله عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة، قولك هل أحاسب على هالشيء؟ أنا ما أعرف إذا تحاسب عليه أو لا، أنت تعلم، أنت تعلم هل أنت ظلمتها أم لا. يعني لا تحاول أن تبرر ما صنعت بفتوى من وسيم، بمعنى أنا بسألك سؤال. شيخنا أنا أقطعك أنه للظلم أنه ما وصلت للظلم الحمد لله والشكر، بس مجرد أنه الغرض التعلم لا أكثر ولا أقل. أنت تعلم إن ظلمتها أو لا، تعلم إن منعتها عن حقها أو لا. إذا أنت ترى أنك يعني لم تنصفها وأنك ظلمتها وأنك 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 تستطيع يعني أن تطلب المغفرة من ربك، لأنه هو الذي سيحاسبك لست أنا، وتستطيع أن تنشئ صدقات جارية لزوجتك وتدعو لها بالرحمة وأن تذهب عنها عمرة أو حج وإلى النهاية والأعمال الصالحة التي تتدفق عليها والدعوات الصالحة حتى ترضي نفسك وضميرك. هذا المخرج الذي أستطيع أن أهديه إليك فقط، عدا ذلك لا يوجد. أما أن تسأل إنسان هل يحاسبه الله ما حد يعرف. نعم هذا جانب. الجانب الآخر شيخ الحمد لله والشكر أنه أنا عمر كليته لا قصرت ويا فقير ولا قصرت ويا أحد محتاجني ولا أكلت مال حرام ولا تلطخت إيدي بدم، فأقول بيني وبين نفسي أدك علم الإنسان ترى يعني ما معصوم، بس مجرد أنه أسأل أتساءل بيني وبين نفسي ما حد هل معصوم. هذا لو كعقوبة إلي لو هذا لا 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 تسأل لا 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 لأقوى جنوده. لا 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 تقول عقوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت زوجاته أمام عينه ومات أبناؤه أمام عينه، صح؟ صح يا عمر؟ صوتك شوية بعيد. أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ماتت زوجاته أمام عينه وماتت بناته أمام عينه وأبناؤه، هل نقول عقوبة؟ لا، أحيانا رفع درجات. بس الإنسان يتساءل عندك علم، كلنا نتساءل، نحن بوغزة إبرة نقول هل هي عقوبة أم رفع الدرجات، لكن الله يعلم وأنا أعلم في قرارة نفسي. يعلم أن الله ما ابتلاني إلا حبا، وإذا ابتلاك اسمع 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 مروان 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 إذا الله عز وجل ابتلاك عقوبة أليس تكفير ذنب؟ أكيد. خلاص فأنت الكسبان على الجهتين، أنت كسبان. إذا الله ابتلاك حبا أليس ترفع درجات؟
الابتلاء حبا انا متاكد من عندنا الحمد لله رفع درجات، واذا ابتلاك الله عقوبه يعني. واذا ابتلاك الله عقوبه اليس ذهاب ذنوب؟ فانت على الجهتين كسبان، ليه تسالون هالسؤال؟ اكيد اجعلوا ما لله شاب لله الطريق وهيك نعم. يعني عقوبه شويه قاسيه يعني لا لا مو قاسيه. الله ارحم بنا من امهاتنا ابشرك يعني اكيد الحمد لله يعني ورحمتي والله وسعت كل شيء. المصيبة عظيمة يعني بس واحد شيء سوى الحمد لله والشكر على كل حال. يعني أنا يعجبني أحدهم كأحد الصالحين كان يقول شكرا لك مروان اسمعني، كأحد الصالحين كان يقول دائما وهو الذي يقبل التوبة عن عباده فيقول يا رب أنا عبدك أنا أتوب اغفر لي يا رب، يا رب فإذا أنت أبيت ما رضيت بتوبتي أنا سمعت يا رب عنك أنت أخبرتني ورحمتي وسعت كل شيء يا رب وأنا شيء ارحمني وأنا شيء ارحمني يا رب أنت أخبرتني رحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء وأنا شيء. فدائما أطلب من الله بما دونه الله عن نفسه، أطلب من الله، هذه قاعدة جميلة جدا في الدعاء، أطلب من الله ما كتبه الله عن نفسه. يعني لما الله عز وجل يخبرك يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قل يا رب أنا لم أقنط من رحمتك، أنا أسرفت أعترف وأنت أخبرتني أسرفوا على أنا أتيت. شوف ما شوف تعلم هكذا، قل يا رب أنت قلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أنا عبد من عبادك يا رب أسرف على نفسي، ها أنا أتيت قلت لي لا تقنط من رحمة الله وأنا لا أريد أن أقنط يا رب، إن الله يغفر الذنوب جميعا الله مغفر ذنبي. بس دائما خاطب الله بما هو تكلم عن نفسه، نصيحة، خاطب الله بما هو أوجب على نفسه، ورحمتي وسعت كل شيء يا رب أنا شيء يا رب أي يعني. فقال الصالحين هذا الرجل قال يا رب أنت قلت ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء يا رب إذا لم ترحمني فأي مصيبة أعظم أني أنا لم تسعني رحمتك، أي مصيبة أعظم يا رب، أي مصيبة أعظم إذا أنت لم ترحمني. زين ماذا أقول يا رب؟ أقول كما قلت الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، وأنا يا رب أقول أصابتني مصيبة أني أنا ما دخلت في رحمتك، أنت يا رب أبيت أن ترحمني، أبيت يا رب أن تدخلني في رحمتك وأنت قلت ورحمتي وسعت كل شيء، فأي مصيبة أعظم؟ وأنا أقول كما قلت يا رب إن لله وإنا إليه راجعون، ماذا أنت قلت يا رب لي؟ قلت أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فيا رب ارحمني. شو عجبتك رجاء؟ فخاطب الله بما هو، يا أخي علم تفسير القرآن رهيب والله، لا دائما تجد علماء التفسير يعني فيهم أدب في مسألة طرح